مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن. أول حاجة أنا دكتورة يسرى محمد أحمد عمر، طبيب صيدلي. والدي المتوفي شهيد اللواء محمد أحمد عمر الفكيه حسين، اللواء بالمعاش متقاعد، تمام؟ اتقاعد، نزل بالمعاش من 2011 وتقلد عدد من المناصب السياسية، وآخر منصب له كان معتمد لمحلية بكرشولة بجنوب كردفان، نزل منها نزلوه من المعتمدية في 2000 بعد سنتين من تقلده للمنصب. بعد ذاك الحصل إنه نحن ساكنين في الخرطوم شرق النيل، الحاج يوسف، مدينة النسيم. في الحي بتاعنا اسمه مدينة النسيم، اللي هو بيقع شمال جغرافي من سوق الوحدة، تمام؟ ده بيتنا اللي كنا ساكنين فيه وقاعدين. فالحصل إنه نحن في ليلة الأحد في شهر 6 يوم 4/6 بالليل زي الساعة 11 ونحن نايمين، إنه الباب بتاعنا، بابنا حق البيت، نحن عمارتنا من بيتنا قايمة تاني ناصية، ونحن نواصل 2 سناجل، يعني جنبنا ما في جيران، نحن في جيراننا بس لصق بعض. فاللي حصل إنه في ليلة الأحد ونحن نايمين، في بيتنا برضو في نفس البيت في نفس المبنى عندنا دكانين مع بعض مغلق، ودكان عبارة عن بتاع مواد غذائية أو سلع غذائية. فالحصل إنه جات مجموعة، أول حاجة بتاعين المغلق واحد خدت لهم، أي واحد فيهم خدت له كلاش في راسه، وإنه عشان يمنعوا إنه ينبهونا ولا يتكلموا ولا كده، بواسطهم مسلحة يعني. فالحمد لله رب العالمين. فبعد ذاك إحنا كنا نايمين ما عارفين الحاصل بر شنو أو في شنو حاصل، حتى أبوي ذاته الله يرحمه كان نايم، كلنا يزول فينا نايم في غرفته. فالحصل إنه بيتنا اتطوق بواسطة 3 عربات، اللي هو تاتشرين ومعاهم بوكسي واحد وموترين، ديل طوقوا البيت من جميع النواحي. وكان في ناس سمعنا صوت مشي فوق في السطوح بعد ما صحينا، لكن ما كنا عارفين إنه ديل هم، يعني لأنه عادي أصحاب التكاكين التحت ديل بيطلعوا بينوموا فوق، فما خدتين اعتبار للموضوع. بعد ذاك تم إنه الباب بتاعنا بيجي يضرب بأقصى قوة، إنه في صوت ضرب في الباب. فأخوي الصغير اسمه ياسين بيجي يقول منو في الباب منو في الباب، والكلام ده كله أبوي لسه نايم ما صحة، بيقول لهم منو في الباب، قال لي أفتح الباب يا شاب، بيقول لهم منو أنتو عايزين شنو، منو في الباب. قام قال لهم فواز والجيران طوالب بالحيطة، فقام قال له فواز، قام قال له هو عاي فواز ياسين ده، قام قال لهم لا انت ما فواز، انت منو عايز شنو. قام قال له نحن استخبارات الدعم السريع، وافتح الباب ده يا شاب. في اللحظه دي وهم لسه بيحاولوا يضربوا الباب بقصى قوتهم، قام ابوي ياسين اخوي ده مش صح ابوي، قال لي يا ابوي يا ابوي قوم، ده الاستخبارات الدعم السريع. ابوي قام قال لي في باب، قام قال لي في الباب ده عندنا نحن باب مدخل صغير، بباب المطبخ بيطلعك عليه زقاق بينه وبين جيراننا. نحن بيتنا يعني من تجي بقدام ما في حيطه، عندنا حيطه خلفيه عاملينها بالاتجاه الشمالي لكن ما متمومه، يعني من الاتجاه الغربي بيتنا الشرقي فاتح، والغربي فيه في حيطه الجيران، وبقدام الباب فاتح بجميع الزوايا. ففي الزقاق اللي بيننا بين الجيران ده ابوي عايز يطلع، عايز يشوف هل هم فعلا دعم سريع ولا هم حراميه ولا هم النازل اصلا شنو. ففي اثناء ما عايز يطلع بهناك ما طلعته كده، لقي في 6 أنفار واقفين، حتى نحن جينا ورا ابوي طوالي بيقولوا لابوي سلم نفسك سلم نفسك، ابوي يقول لهم انتم منو، حتى هم مسلحين ولابسين الكدمول اللابسين زي رسم بتاع الدعم السريع كله، من البوت لحد الكدمول برضو مبرقع هو بالبيجي والالوان حقتهم دي، لافين وشايلين كلاشات، واحد فيهم لابس اسود في اسود طويل كده، ولا طويل كده لابس اسود في اسود. فنحن 6 أنفار واقفين، ده اخواني بيجوا يتقالعوا معاهم لانهم بيقول لابوي سلم نفسك، ونحن بنجي نقول لابوي سلم، ابوي قال انا ما بسلم نفسي وانتوا دايرين شنو. بيجي يقول له يا زول تسلم لي نفسك، ابوي كان ماسك المسدس حقه، ده كان لابس اسود ده بيجي يتكلم معاه، مقلم له ما سلم نفسه اقتلوه بلوه، بس بلوه. انا جيت طالع قمت قلت لهم يا جماعه
اصبر وخلونا نتفاهم في شنو، خلونا نتفاهم. نحن لما بنجوت معاهم كده ابوي تاني قام لزانا كلنا دخلنا جوا، وبقينا نسمع صوت انه بيتنكر معاهم في حاصل تاني. احنا فتحنا الباب بتاعنا ده وطلعنا، حتى واحد من اخواني بقى ماسك واحد بيقول لهم يا جماعه كده نتفاهم، ياسين ده بقى ماسك بيقول لهم اجيفه ونحن نتفاهم. استهدوا بالله، حتى انا قلت لهم يا جماعه انتوا عايزين من ابوي شنو؟ ابوي ده راجل كبير، ابوي ده راجل كبير. في الاثناء دي بيقوا شنو محاوطيننا بجميع الجهات، وواحد طوال عمر الكلاش بتاعه ده الاول، لما عمر الكلاش بتاعه ابوي عمر المسدس بتاعه، حصل بيناتهم تبادل بتاع نار. ابوي قام اخذ الحيطه بتاع الجيران اخذها ساتر له انه كحاجز بينه وبينه، بيقوا يتبادلوا شنو، بيقوا يتبادلوا اطلاق النار. فاثناء هم بيتبادلوا كده اطلاق النار، هو بيضرب وهم بيضربوا. بعد ابوي ضرب زي 4 طلق كده من المسدس بتاعه، هم بيقوا شنو يضربونا نحن برضه، نحن تاني بقينا ما شايفين شيء لانه شنو بيقوا يضربونا نحن، جرينا عشان يجوا قفلنا الباب وقفلنا الشبابيك وقفلنا المرايح وقفلنا الانوار عشان نسمع انه الحاصل شنو. بقينا نحاول نلقى لنا منفذ انه نطلع، بقينا نطلع عن طريق بابنا بتاع الهول الشمالي، بيجي واحد يضرب فينا زخيرة بنقوم نرجع، بنحاول نطلع بالباب اللي قدام يضربوا فينا برضو بنرجع. تاني عندنا باب بتاع الصالون برضو بالاتجاه الشمالي برضو بنحاول نطلع برضو بيضربوا فينا. فبقينا ما قادرين وبس سامعين انه شنو ابي برا بيتكلم معاهم لسه في مناترة. بعد شوية تاني سمعنا في واحد طلع فوق وجرى خدت حاجة تقيلة فوق السطوح، طلع انه اتضح انه ده قماص شايل له كلاشينكوف روسي او حاجه بالشكل ده، لانه لقينا طلق، الطلق فوق في السطوح بتاعنا كانت عباره عن كلاشينكوف. فاللي فوق ده قام ضربه طلقه من فوق في الطلقه، جات في الفك الطلقه، لما جات في الفك حتى الاسنان بتاعت الفك السفلي ده كلها انتهت، الفك كله اتقلع. يعني بعد ذاك بقينا نسمع انه شنو لسه في صوت ضرب لسه. فبعد ذاك جيراننا من السطوح بتاعهم بقت شايفه الحاصل، قالت بعد ذاك بقوا ابوي محاوطينه زي 8 انفار، وهو وشهم بقوا وش لي وش الثمانيه انفار دين. حتى راجل جيراننا جاي نازل من بيته عايز يقول لهم يا جماعه في شنو، القناص من فوق اداه طلقه في رجله. يعني اسرع راجل جيراننا للان بيعاني وللان مريض، لما اداه طلقه في رجله بنته رجعته السطوح بتاعهم، بيقوا 8 انفار دين محاوطين ابوي. في اثناء محاوطينه قام ادوه طلقه في رجله عشان يقعد تحت، قعد تحت، قاموا بعد ذاك ادوه ثاني طلقه في العنق، دي واحده، وادوه واحده في الكتف اليمين وواحده في الكتف الشمال. حتى اكثر حاجه حقت الكتف الشمال دي طلعت بالظهر، كانت طلعت بالظهر. استغفر الله العظيم يا رب. فبعد ذاك قاموا مشوا، يعني تلبوا كده طلعوا طوالي، قاموا شنو بيكوا في العربات بتاعتهم، حتى بيجوا يجوطوا، وسمعنا جوطه كده كميه. حتى بعد ذاك نحن لما عايزين نجري لابوي في تلفون ضرب في تلفون ابوي، قاموا ضربوا بالتلفون انه بيقولوا المهمه تمت. قامت اختي بقت تقول لهم انتم منو عايزين شنو، قام الخط قفل. بعد ذاك ياهو جرينا لابوي عشان نشوف الحاصل عليه شنو، لقيناه ياهو بينزف وكده لحد ما اخويا الصغير ياسين ده شاله وداه المستشفى عشان يزعفوه كده، نزف في الشارع. يعني النزيف كان كثير لحد ما وصل المستشفى، حصل له هبوط في الدورة الدموية، والضربة بتاعت العنق والفك دي كانت مؤثرة شديد عليهم. يعني لحد ما جينا راجعين وكفناه وتم الدفن وكده، يعني لحد ما نزلناه في القبر، أخوي نزل في القبر دمه لسه بينقط. وبعد ما أهلنا جو والدفن كان زي الساعة 7-9 صباحا، ناس الدعم السريع تاهنا جونا راجعين زي الساعة 11 بعربية صغيرة، وبرضو ومسلحين، وبرضو فكوا فينا الزخيرة تاني للمرة التانية، فكوا فينا الزخيرة كده في الهواشة كده أعمامي، قالوا لا نحن نطلعكم من البيت لأنه إحنا ما عارفين الناس ديل دايرين منكم شنو ولا حيعني شنو. بعد ذاك ياهو طوالي قمنا طلعنا، اللي هو الكلام ده كله تم يوم الاثنين يوم 5/6، اللي هو من 4/6 ليلة الأحد لحد يوم الاثنين يوم 5/6. وبعد ذاك يعني طلعنا بس ده كل اللي حصل.